السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسميد الأغنام من الألف إلى الياء. قبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا، مازال بنكرر وبنأكد، أي حد عنده أي سؤال ما يكتبوش أسفل الفيديو التعليمي، يدخل على القناة ويشوف آخر فيديو إجابة متاح تحتية التعليقات، يكتب سؤاله في تعليق أسفل الفيديو وبيتم الرد عليه خلال يوم أو يومين إن شاء الله بالكثير. النهاردة موضوع حلقتنا هو سؤال للأسف ما تسألش، بس أنا عارف ناس كتيرة ما تعرفش الإجابة، ما تعرفش ليه بيعمل كده. حاجات كتيرة، أي واحد لما بيدخل الغنم تسمين، طبعا لو رحت الدكتور بيطري أو أنت نفسك بتحقن بيقولك طبعا الأيفرماكتين اللي هو إبرة الديدان والشربة بتتعاد بعد 15 أو 20 يوم من اول جرعه. لما بتدي الجرعه الاولانيه مدخل غنم تسمين، بتدي اول جرعه ابره الايفرماكتين والشربه وبتعيدهم بعد 15 او 20 يوم. الناس كلها تقريبا عارفه الكلام ده. طيب هل عارف ليه بتعيدها بعد 21 يوم؟ احب اقول لك ده ان شاء الله يكون اجابتنا النهارده. اول حاجه لازم تعرف ان الايفوماك والشربه بيأثروا في طور الدودة فقط لا غير، يعني الدودة الكاملة فقط لا غير، تأثيرهم بيكون على الدودة ما بيكونش على مراحل البويضات. لما تكون في طور بيضة الايفوماك والشربة ما بيأثرش فيها. طيب ايه اللي بيحصل لما ندي الايفرماكتين او الشربة بتاعت الديدان؟ بتموت الدودة الكاملة فقط لا غير، بيأثر على الدودة الكاملة فقط لا غير، هي اللي بتموت وبتفضل البويضات. طيب البويضات دي بتفقس امتى؟ بتفقس بعد حوالي 10 ايام 15 يوم، يعني مش هقول لك انا مش محاضره اكاديميه، بس هو في الحدود دي كده، يعني 10 ايام 15 يوم اسبوع. المهم انها بتفقس في خلال الفتره دي، في خلال الاسبوعين. عشان كده انا بعيد ابره الايفوماك بعد 15 او 20 يوم، بحيث ان انا لو كنت حقنت في المره الاولى وتخلصت من الديدان وفي بويضات لسه قاعدة، انتظر 15 يوم تكون البويضات فقست وطلع منها الدود وتحولت لدودة، وبالتالي ادي الجرعة التانية بتاعت الايفرماكتين عشان خاطر اموت كده البرد، كده اتخلصت من الدودة والبويضة، كده الامعاء والمعدة والكبد والرئة كله نظيف ان شاء الله داخل الاغنام، واضمن ان العلف بتاعي رايح في تحويل اللحم مش رايح للديدان. الفيديو بتاعنا ده قصير، معلومة على السريع كده. ما تنساش طبعا لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.